صرحت مجلة ميد الاقتصادية إن سوق العقارات الخليجية شهد حالة من الازدهار بعد التغلب على الركود المستمر الناجم عن انخفاض أسعار النفط عام 2014 والصدمة من وباء كورونا. نعم، كما ذكرت المجلة أن علامات الانتعاش والنمو التي تظهرها سوق العقارات في دول الخليج توفر مشهدا استثماريا ديناميكيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القطاع العقاري في مملكة البحرين يحافظ على مسار نموه ويزدهر في سوق الفلل والطلب على المساحات المكتبية الذي لا يزال قويا. وقد حفزت عوامل تخفيف قيود السفر العالمية والانتعاش الاقتصادي الطلب على العقارات السكنية والتجارية.